يعني الحين انت بتروح من الدوام وقايم من النوم قايم تقوم منفس ليش؟ يعني انت يعني مفاجئك الموضوع، يعني ما داومت الاسبوع اللي راح او في احد جنب مداوم انت وبتداوم ان شاء الله، يعني انت تقوم عشاني؟ لا تقوم عشان تاخذ راتب، تقوم ومصفطن وجهك كنا فاتوره حوض سمك. اللي معك في الدائري هل هم بيروحوا البوليفارد وانت بتروح الدوام لحالك؟ لا كلهم بيروحوا الدوام، ليش تنفس؟ يعني هل مثلا واحد جنبك على الدائري يبي دوامه مع المخرج ده، هل لازم يدق عليك يقول لك لو سمحت دوام ببل؟ لا خله يلف، ليش تلعن؟ ليش تنفس طول الوقت؟ سهران البارح صح، مو من سهرتك، يعني سهران مع ودي الصافي، سهران مع العيال في الصراحة، ليش الفاتورة ذا الشهر زايدة؟ لأن خالد يجي الظهر ويشغل مكيفات، يعني مهم لا سهرة زينة لا نوم زين لا ايش تبي؟ هذا يدور كله في إطار جودة الحياة، يعني تنوم بدري تصحى مروق، تسهر برادتك تصحى برادتك، أنا مصحيك أنا ما صحيتك، يعني مثلا دبر امورك من الليل، مو ترك ما في بنزين تروح توقف الصبح تدور محطه صاف قايلك عقد حواجب كأنك خالد تاجر، لا ها ثوبك تقوم الصبح فجاه تلقاه في النشاف ما كمله، تقوم انت كل يوم تروح بسروال فنيله انت مدمن بخار، ليش تروح مغسلك مره ما تكوي من الليل؟ بدل ليش تطلع بسروال فنيله انت نوخذه؟ لازم تجهز من الليل اغراضك، اشماغك ما ادري هو في بيتكم ولا عند في سياره خويك، اكيد بتقوم متنكد ولا قام تفتح المويه مخلصه برا ما سدت، وهذا وقت تشديد 36 مو وقت تشديد، فانت لازم ترتب عشان اذا قمت لين كل شيء مترتب في حياتك، يا تروح تاخذ القهوه اللي انت تحب، يا تفطر فطور زين، يا تسمع شيء تحبه، كيف القومة هو الشغل فيك يعني قم برواقة أزين مما تقوم، لازم تروق أنت عشان تستقبل اليوم، تستقبل العالم اللي في طريق الوشم اللي في خريص، تمر على الـ HR في تل أبيب، يعني تستقبل نائب المدير، يعني أنت تكفى تقوم أول مشوار لك البنشر بالله، حتى متى بكفو تسمع فيروس، فطورك تختاره بعناية، فول 8:30 من بهت لين 4 لـ 3، يعني حتى هذه الأكل يقعد معك خارج دوام، أنت كنت فوق طاقتك ما عندك شيء تسوي، يعني أنت معلم مشبات، لا أفطر فطور زين من بهت شبيبك، يعني الدنيا مهيئة لك، الشوارع زينة، الوزارات والدوائر الحكومية زينة، بيتكم زين، تخيل أنك موظف في مومباي سيكل وثلاث بزارين وسطر وعنز.